مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من جنبات مركب محمد الخامس. في هذا الأثناء الجماهير الودادية كيحاولوا على أنهم يدخلوا الدونور، للأسف بعض الأشخاص كيحاولوا على أنهم يديروا المشاكل والفوضى بجنبات المركب غير الله يسر من شي أعمال ديال الشغب. لحد الآن العناصر الأمنية وعناصر القوات المساعدة راهم مسيطرين على الوضع، ما كاينش شي مشكل وما كاينش شي فوضى لحدود هذه الساعة هذه. الله يوفق فريق الوداد البيضاوي، الجماهير الودادية حاضرة بأعداد غفيرة، نتمنى التوفيق بإذن الله لفريق الوداد البيضاوي والجماهير الودادية كافة. بعض الجماهير الودادية وللأسف اللي كيتحسبوا على الجمهور ديال الوداد كيحاولوا على أنهم يدخلوا بالقوة، هادشي اللي كنهضروا عليه. الجمهور ديال الوداد كيعبر على الحضارة وعلى الحب الفريق، ولكن للأسف بعض الأشخاص الله يهديهم والله يسمح لهم اللي كيجيو بدون تذكرة وكيبغيو يديروا الفوضى والمشاكل. عناصر الأمنية، عناصر القوات المساعدة كلهم حاضرين هنايا من أجل هاد المباراة هذه. الله يوفق الجميع، الله يسهل عليكم كاملين. غير الله يسر من شي مشكل او لا شي فوضى، غير الله يسر. الجماهير الودادية راه دخلوا التيران الداخل، ولكن البعض منهم كيحاولوا على انهم يدخلوا بالقوة. هذا الشيء اللي كيخلي العناصر الامنية على انهم يعطوا التعليمات ديالهم باش يكون الصف وما تكونش الفوضى. الاهم في هذا الشيء كامل هو المقابلة دوز بخير وعلى خير، يعني ما يدوز فيها لا مشاكل لا حتى شي حاجه. نطلبوا التوفيق للفريق الوداد البيضاوي، الله يوفقهم والله يسهل عليهم يا ربي. الامور الى حدود الساعه مسيطر عليها، ما كاينش شي اعمال ديال الشغب، وهذا الشيء اللي بغينا احنا بدورنا، بغينا كل شيء يدوز بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا عملية تفتيش دقيقة جدا، كل شيء كيتقلب قبل بداية المباراة. الماتش مع 8، رجال الأمن والعناصر ديال القوات المساعدة حاضرين قبل بداية المباراة بساعات، يعني كيجيو هما الأولين، أول الملتحقين وآخر من كيغادروا مركب محمد الخامس، حتى كيغادروا جميع الجماهير وكيخرجوا جميع اللاعبين باش يقدروا على انهم يمشيو. نطلبوا التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، الله يوفقهم. غير الله يسر من شي عمل ديال الشغب. العناصر الأمنية كلهم حاضرين هنا، كل شيء حاضر الإخوان، يعني غير باش هاد المباراة تدوز بخير وعلى خير، ما يدوش فيها شي صداع أو لا شي مشكل أو لا شي فوضى. راكم كتعرفوا بعض الأشخاص اللي الهم ديالهم هو يوسخوا الصورة ديال الفريق.
تعليمات واضحة ديال السيد والي أمن مدينة الدار البيضاء، اللي عنده تذكيرة يدخل، اللي ما عندهش تذكيرة راه ما غاديش يدخل. الله يوفق الجميع، الله يسهل عليكم كاملين. الماتش راه مع 8 بإذن الله، الله يسر من شي أعمال ديال شي شغاب ولا شي فوضى. الله يسهل عليكم كاملين، الله يوفق فريق الوداد البيضاوي. وحتى لهنا غادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقوا على خير.